مرحبا، إذا هاي آخر حلقة بتكون إن شاء الله للبحث العلمي، وعقبها بنبدأ مطورات ثانية، سلاح وغيره وهالأمور. سويت كم شغلة، أول كم شغلة سويتها زدت إنتاج الكوبر، يعني كان ناقصني تحت في هالمكان، وعدلنا من إنتاج الويرس، وقام ينتج هالمكان أكثر من أول شوية، يعني مش وايد، شوية أكثر من أول. محتاج كوبر غير، تبون صدق الكبر ما يكفي، لكن حاليا ممتاز، عدلت الانتاج. وهذا شفتوه انتو الحلقة الماضية. اوكي ممتاز، خلينا نسوي بحث efficiency model. ما نبغى to damage to root. لا هذا بعد بدري، هذا بنسويه الحين يا صديقي، هذا خليه يشل، مو مشكلة، نبغى نشل اكثر. والشي الثاني هذا اللي نعتدل خلاص، شوفوا انت راس موارد، وقام يجيب لنا موارد، وفيه ما شاء الله وشغال، اموره طيبة حاليا، قطار قاعد يشتغل شغلة مرة ثانية. واذا بنتمدد نقدر نتمدد عادي، نقدر امد هني، نقدر امد هني، بس مش كلهم شغالين لان الخط فل اصلا. وهني يبنى الكبر وكل شيء. والحين هني من مكاننا هذا شو راح نسوي؟ راح نبدأ المسيرة الاخيرة. المسيرة الاخيرة عبارة عن شو؟ عبارة عن ريزن. ليش ما اوصل انا هذا في هذا ونشل، اختصر المكان عادي، بعدين هالسفلتر يمكن نحتاجه، خلو احتاجه، ما اظن احتاجه، خلاص خله يحول كله هني عند الانتاج. الحين ابي اشل البتاري، انزلها تحت، شوفوا عندنا الاخضر هذا ممتاز ممتاز. ممكن اطلع لفوق، هالاثنين بيكون يعني ممتازين. طلع فوق ترى سهل، شل هذا نحطه بس، نطلع لفوق لورا، ونجيب الثلاثة عند بعض اللي هم عشان ان نحن نسوي efficiency model. شو محتاجين فوق بتسوي هنا efficiency model؟ ليش بلا وقف عندي انتاج استويت، عندي مشكلة ثانية في الانتاج ولا كيف؟ ليش هني؟ شو السالفة؟ خلاص انت انا ما احتاجك، انا لغيت الخط، خلاص خلى مع الحديد، مو مشكلة، خلى متوكس، راضي يعني، حبس انه يمشي، دام انه يمشي لهناك ما يوقف عليه انتاج، جدا مهم. كل حد يستعمل الانتاج هذا ترى. بيشلون اظن هذا، ما يشلوا خلونا نحن نشله، ننظف اللين هذا شوي، نسوي له ريست. شوفوا بعده قاعد ينقص شوي ترى، ها بعده قاعد ينقص مع قوة الانتاج اللي عندي، بعده قاعد ينقص عندي من هاي المباهن. اقول هذا كم شل؟ 400. شو شلنا كل اللي عندي، يخرب بيته. زين خليه يرجع المكان هذا ينتج، مو مشكلة، حتى لو الحديد معلق هنا حاليا راضي، بس انه ما يتوقف، اذا هذا توقف مشكلة، بيوقف عند انتاج وايد شغلات. زين الحين نحن محتاجين نسوي شو؟ هذا الموديل، هذا الموديل هذا بنستمده من وين؟ من مكانين. اول مكان هالثلاثة عندنا انتاجهم حلو، يعني هاي اللي بيكفون انتاج الخط هذا، اتمنى يعني، اتمنى انهم يكفون انتاج الخط، اذا ما كفوا بنتوهق. الموديل هذا مصيبة. واخر خطوة بنحتاج شو؟ ان نسوي الريسيرش نفسه، اللي هو بنحتاج كوبر وبروسيسنج. افكر اني اسوي له مكان بروح امد له خط من هايل، تبون صدق بديت اشاور مره ثانيه. موديل انا شو محتاج؟ محتاج هذا الاخضر اللي ما قاعد يوصل لي اصلا، يعني تبون صدق، واللي هنا قام يتفول خلاص، يعني ما قام ينتج زين، ما شليته اخ. هي عادي عادي، لا اصلا
اشله من هني مشكلة عندي انا مسافات قامت تبعد وايد وايد قامت تبعد بتشوف هذا المدر كم بيكفينا كم بيعيش فترة حياته كم اذا يخطف من هني حلو بدون مالف مر ممتاز هذا بنيبة مرور الكرام لين هني بنحط له فلتر انسيرتر شو يسوي الفلتر انسيرتر حقنا بحط له كهرباء بعد فلتر انسيرتر شغلته يشل هذا من على هالخط يودي الخط الثاني حلو لان هذا الخط بنحتاجه بعدين وين يدوم علي هني ولا هناك الحين هني اوكي قضوا عليهم جماعة شغالين عندهم الرصاص عندهم اوكي خلنا نركز على efficiency model efficiency model speed model سوري محتاج هالثنين يعني مش محتاج احس اني بحتاج مساحة محتاج مساحة محتاج مساحة أكبر خط واحد أظن بيكفيني مساحة أكبر شوفوا لأن شو أبغى أسوي أبغى أشيل هذين أوكي وأنتج هني وأحطيه على الخط اللي هناك هذا بيلعب وزنه ونحطيهم هني على اساس شو ان هذا السبيد موديل كم يبغى له وقت سؤال ان ينتج سبيد موديل 15 ثانية حلو وعندنا الاخير هذا كم يبغى له 14 ثانية يعني 4 ب 4 يعني اشيل هذا هني وهذا هني وهذا هني خل بعد زاج نسوي الطريقة هاي هلا شوف اذا ازيد الافشنسي ماله حلو بيحطيه صوب ثاني ولا ما بيحطيه هي السؤال اذا بيحطيه صوب ثاني بيكون ممتاز ما باي خلطه في الثاني ولا ترى ممكن اسوي التي من تحت يعني او بالعكس سوري انتج وين بيودي بيودي تحت عندي سبيد مودلز الحين 4 ثانية لحظة اذا حطيه على هذا الموديل ما يشتغل اوكي الحين الانتاج الاخير بنحتاج خطين خط البطارية ويسر هذا خط البطارية وكبر وخط الثاني شو هنا بسوي ضيقنا اندر جراوند بيلت اوكي نحتاج هالخط ويكون شو فيه بطارية احط البطارية هنا خل هذا يشلهم اشيلهم كلهم اقفل الان اوكي ابدا مش ممتاز
ابدا مش ممتاز، محتاج يكونون بالعكس. بس ممكن شو اسوي، اسوي الحركه هذه واحط منو بيب منو، لا مو هذا سوري، ابو فلتر انسرتر يشيل بالضبط هذا، هذا الخط الثاني، الخط الساخن اجل انه هنا. في المقابل نبقى اربعة بس اللي ينتجون هذا. ترى فكرة انا مش عارف انا برجع هذا هني كيف، لا عارف اوكي خلاص غيرت رأيي، عرفت كيف. الحين محتاجين 1 2 3، شو ناقصني؟ سبيد موديل شلوه هني، مو بتعب عمري الصراحة. لا بسوي بالعكس، لحظة ليش بالعكس، انا بخبركم هذا هني ميكس مور سنس. انزين واحد اثنين، الباقي قاعد يستوي الحين، مع اني شليت سرقت سبيد مودلز وايد بس ما استعملهم صدقون، بس مو مشكلة، مو مشكلة، مقدور عليها المشكلة هاي، مش مشكلة ما عليه. نجيبه من هنا، أخ من هنا، هذا نسوي له انسيرت، مع اني طالب منهم 50 انسيرتر بس اللوجيستيك هايل، تعبانين الصراحة. انا اصلا حاط انسيرترز في لوجيستيك، هذا سؤال ثاني ترى مهم. هذا واحد، هذا اثنين، هذا اثنين، ترى الشيء اللي مش موجود في اللوجيستيك تشيست ما بيبه، المعلومة فقط لازم يكون موجود في اللوجيستيك تشيست. وهذه واحد اثنين، واحد اثنين، واللي هني يحتاج واحد، كل واحد بس يحتاجون الكهرب. زين عندكم كل شيء، عندكم كل شيء، فور فور فور. لحظة بس هذا كم واحد يحتاج اساس انه ينتج؟ لحظة، ون سبيد موديل، ثلاثة بروسيسنج يونت، انا واحد حق كل واحد، اوكي محتاج بتري واحد وثلاثين كبر، يعني هايل بنحتاج ممكن ندبلهم. يعني نقص في الكهرباء، اخ كل شيء وقف، يو كان عندي احيد ستيم انجن، عندي بويلرز، اخ ما يصير فحم كله، خلى بس ترى قاعد يشل الانتاج كله عن صديقنا دياني، نقص كهرباء واحد بتوهق. وين البويلر؟ هذا هو البويلر،
بويلر اتو ستيم انجنز مدين في خط من المعركة. فحم شي لازم احاتي فحم لو بديت احاتي بتوهق. فشو بسوي؟ فحم هذا بس حق الكهرباء الحين. لازم اندر جراوند بلت لازم. لازم اندر جراوند بلت. هني كم تفرق ويا الحبة؟ لا تطفر بي لو سمعت. خلى برأي الباقي يروح عن ما يبي يروح. بس هذا الحين لازم أدق السلف دام في كهرباء. زين بيوصل لآخر شيء ولا؟ مش انه يوصل ان هذا لو ما وصل تستوي الوهقة. تستوي وهقة من الخاطر بعد مش وهقة عادية. نبغى هذا زين مش خليه يتجمع خليه يقول اخ بعد. هني ضعف الانتاج مصيبة. شفت متى نقص علينا كهربا؟ خلاص اوكي قام يوصل بس بعدي مش مقتنع يعني. بعدي مش مقتنع ان هذا يكفي اللي سويته. فلازم احطي فترة شوي وانساه كم من يوم. سوي له ريبير كفو عليك استبس صدق. السؤال مش هني السؤال. انا سويت مكان انتاج حق السباين اظن يروحون يبون منه ترى. ها هذا الاصفر جاهز. البحث العلمي الاخير مالنا ان شاء الله يكون الاخير اللي اذكره. ما في غيره كان في غيره بعد فضيحة قلنا لكم الاخير وهذا وحركات ومسناكم
عقب ما يطلع الأخير يعني أبدا مو شيء الصراحة. مو حلو مو حلو. نجيب هني لين هني هني لين هني. لحظة هذي حطونا ورا أصلا. أنت تبغى هني أي إنتاج نبغى هني. تعال يا صديقي يا ود ما أبغى أنا هاي ما أبغى شو فيها ما هاي أنا شو فيها. هاي شو عندنا نقص الحين؟ النقص عندنا في شو بالضبط؟ عندنا كل شيء موجود. ليش مو قاعد ينتجون أوكي؟ عندي سبيد موديل زيادة. هي عندي. نايس. نحطي لهم سبيد موديلز كل واحد. اوكي بس لنا فرق سبيد موديل اللي عليهم مو ناقصنهم شيء. موتورز زين انا حط كم واحد زياده يسوي موتورز زين. حد يحطي هذا هنا على اساس انه يسوي موتور يعني ولا كيف؟ يا الله مستوي بطيء. هل هذا العمر ولا الاتش بي الكتريسيتي؟ بعد عندي نقص كهرباء. مصنع بأي شكل بطيء مستوي الصراحة. يضاربون عليه والله انهم يضاربون عليه شفتوهم. خلنا نقص من المصنع نصين. نص من تحت نص من فوق. زين نص من تحت نص من فوق لان الوضع هذا ما يمشي. لان حتى الانتاج الجديد هذا فعالية زيرو لانه ما في كهرباء. زين سوينا البحث العلمي الاخير سويناه بقدرة قادر بمعجزة. شو اني كلير خلنا نشوف شو وضع. شوف كهربا كيف تضاوي. وانا ناقص هاي اللي هجموا علي الحين. يلا بديني عايش. ما في كهربا شباب. مو في كهربا قالوا الليزر هذا رش رش شكله. ما ينفع الوضع بالطريقة هاي الصراحة. نيوكلير رياكتر خلنا نشوف. هيت اكستينجر هيت بايب زين. رياكتر شي يبغاله. اكيوميليتر ستيم توربين زين. الحين شو نبغى نسوي؟ الحين نبغى نسرق شوية شغلات اللي هن نسوي هذا الشيء يبغى لنا الاحمر صح. انا اشوف انتاجكم الاحمر زين ما نحتاج زياده. بس الحين الكهرباء ببند الحلقه هاي لين هني. سوينا نحن البحث العلمي الاخير وهذا كان موعد من الحلقه ان شاء الله. والحلقه الجايه بنسوي لكم طاقه نوويه كهرباء بالنووي. اشوفكم على خير الحلقه القادمه.